نهار واحد ديال الشمس هما جايين كيتخفوا مع الشجر حتى لحقوا لديك البلاصه وداروا لذاك لوطيل. المهم ما دخلوا علينا حنا حتى الوحده. راه دخل داك البولوزار بدا كيفتش داك الباز نشد اللي بجمال كيقول هذاك فرط مع الشرج مو هود ما. وقال له يعني الحياه كتشوفوا العيالات صحراويات وهذا وديروا معاهم وتفعلوا. قال له ايوا حنا مبرعين تما وهذه وهاي اللي غير خلاه حتى يكمل هو فيها بتو واحد الحفراني تما. اه كياتيو حتى تلف مسكين داك الدري ما تلعرف قبل ما بحر. خوتي مغاربة السلام عليكم. في إطار برنامج قصة أبطال اللي كيديروا موقع مغرب تايمز، هذا البرنامج هذا المراد منه هو التعريف بالعسكريين مختلف التلاوين ديال القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، الأعمال البطولية اللي قاموا بها بأقاليمنا الجنوبية في التصدي لأعداء الوحدة الترابية بين نوفمبر 1975 الى وقف اطلاق النار في 1991. هاد الناس هادو ما بغيناش الذكريات ديالهم يمشيو معاهم. الهدف من هاد البرنامج هو هاد الناس يتكرموا وهما باقين في الحياه. بغينا نعترفوا المغاربه كلهم يعترفوا بالتضحيات ديالهم وفي نفس الوقت نفضحوا النظام الجزائري. هانتوما غادي تشوفوا راه كاينين الاف ديال المغاربه مدنيين حتى هما اللي تشدوا ودوزوا الاعتقال في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، والاستنطاق كان كيكون من طرف ضباط جزائريين ديال الجيش الجزائري. دونك الجزائر ما تقولش لينا اليوم لا راه ما عنديش انايا دور وانا ما كنتش ولا شنو. غادي تسمعوا القصص ديال هاد الناس هادو. اليوم معايا سي حسن بن عدي. سي حسن بن عدي هو مدني ماشي عسكري، ودوز 25 عام ديال السجن بمخيمة تندوف. غادي نسمعوا القصة ديالو وغادي تشوفوا المعاناة اللي دوز هو والناس المواطنين المغاربة في المخيمات ديال تندوف تحت إشراف وقيادة الجيش الجزائري. سي حسن السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير خويا. الله يسلمك ويجزيك. قول لي شحال دوزتي في السجن الرابوني؟ 25 عام دوزت. 25 عام. 25 عام. انت مدني؟ مدني. وكنتي انت ولد هوارة؟ انا ولد هوارة ومشيت مشيتو في الانعاش الوطني خدامين؟ خدام في الانعاش الوطني في الهوتيل فاخ في النير. كتبنيو فيه؟ كنبنيو. اييه. حتى واحد الليله جمعوني لابولوزاري. يلا فوتنا مده ديال 5 شهور تما باش خدمنا وهجموا علينا لابولوزاري مع شي الوحده ولا جوج ديال الليل. حنا ناعسين ودخلوا علينا باسكو من لاح دخلوا علينا هما سابقين في الاولين باش جايين مع الشمس. نهار واحد ديال الشمس هما جايين كيتخفوا مع الشجر حتى لحقوا لديك البلاصه وداروا لذاك لوطيل. المهم ما دخلوا علينا حنا حتى الوحده. كنتو ناعسين؟ كنا ناعسين. حنا فاش كنشوفوا لي زاندروفيل جايين على الشرق الشماليه كيبحال جايين من طنطان وهودين العين هما داخلين من واحد البلاصه حدا واد واد ميفطنا. هذا هو الاخير تما طلعوا منه نزلوا منه هما والقوه ديال المغرب هنا في وسط ديال هذا الواد وحداه نزلوا من هنا. ما شافوهمش الجيش المغربي؟ ما شافوهمش ما شافوهمش. شحال لاندروفير كانت هما؟ 10 لي زاندروفير. 10 10 لي زاندروفير باش داونا. المهم دخلوا علينا نوضنا حنا باش نقزو زعما درنا هادشي لانضامينات كنطلعو ليهم سميتو ديال الوغلي ديال الضالة حتى نقزت كاع انا كيما هكا. وقال لي الف تحت دار لي انكار ولي طلعت لبلاصتي صافي. المهم عرفنا القضية بأنهم دايرين بلوطي ما عندك فين تهرب. قالوا لكم يديكم فوق راسكم؟ المهم نزلونا حنا الفوق وكاين شي وحدين لتحت حنا مفرقين حنا 10 الناس. راه لي كيفاش نزلو كل واحد كتنزل اللي نزل كيقول له دير يدك فوق الحيط كيما هكا تعلق يدك مع الحيط. وفعلا داكشي درنا الصف وفتشونا. شحال كنتو نتوما؟
كنا ب 10 الناس اللي كاين تما غير اللي كيخدم اما الاخرين كيجيونا من طرف الخدمه وداك الشيء ولكن ما كانوش الناس ديال القوات المسلحه المالكيه مأمنين تما ديك الساعه ما كان واحد الكبانيه ديال العسكر فوق منا ديال المخازنيه مشات اش من التاريخ بالضبط فاش جاو ليكم جاونينا بالتاريخ نقول لك سيدي اشكون هما تقبضنا يوم 6 الشهر 76 يوم 6 يوم 5 فاش مشات هذوك فاش راحوا دخلوا لطنطان هجموا علينا على غد لي بولوزاري داونا الكبانيه ديال العسكر مشات الكبانيه ديال المخازنيه اللي كانت عسات ما دخلوها لطنطان يعني شي واحد قال لهم راه هي قال لهم بان راه غادي يهجموا عليكم وخو عينا وخلونا حنا علاش ما يقولونا ديك الساعه يلاه هزوا حتى انتم تخلونا غادي يهجموا لكم المهم نهار تسعود نهار تسعود هجموا علينا هذوك شدونا كتفونينا يدينا اللور ركبونا زيون دروفير زادوا شدوا الطريق فين دوكو وحرقوا كامل داك الشيء اللي كان تما حرقوه راه عارفين هما شنو كاين حرقوا داك الدوزان وداو لينا الحوايج لنا وداو لنا الفلوس وداو لنا كلشي المسائل اللي كنكسبوا تما سرقوا لكم فلوسكم سرقوا صافي مشاو صافي هما قال لك حنا كنضربوا على هذا الشيء خاصنا الفلوس وخاصنا الحوايج وخاصنا زادوا بينا يلا في الطريق لهذيك الليل كامل كنمشيو صبحنا في واحد القراره يعني دايره سميت مظايره وفيها الشجر نكون في لي على الصف ديال الطيار وداك الشيء ما غاديش يشوفوهم ضلينا تما الله غد ليه مع المغرب داروا ديبار ضلينا تما حتى المغرب على المغرب ما عندبوكم لا والو في الطريق العصا ولا شي حاجه ما داروا لنا شي كيسولوا داك الشيء الماكله شنو عطاوكم تاكلوا الماكله الرز اللي عندهم تما الرز اللي عطاونا الرز والماء وحنا كاع ماكلين ما كناكلو الماكله كاع ما كنبدلوش لك ديك الساعه باش يدوك صافي شحال كان في عمرك؟ انا كانت عمري ديك الساعه 19 سنه باقي صغير مازال صغير المهم سيدي هزونا من تما هذيك الحق المغرب هزونا ديريكت لواحد البلاصه كيقولوا لنقاسم من الشرق ديال جنوب الشرقي ديال الحوزه سمعت هذيك شحال مشيتو من خفنير لديك القراره من القراره جينا لمجاسم شحال نهار الجبال. نهار ها؟ نهار نهار فاش مشينا كيمشيو حتى راه قريب الشمس تروح سمعتني الله ربي مشينا بالليل الوحده ديال الليل فاش درنا الديبار سمعت ملي طلعتينا الشمس طلعتينا هذيك القرار اللي قلت لك فيها الشجره دخلوا الجيبات ديالهم تما وقعدوا تما فطروا كلاو الناس وشربوا ما هي مشكل حتى العشيه درنا الديبار زاد ثاني دخلنا كيمشيو بالليل بالليل مشينا يا سيدي حتى المقاسم هاد المقاسم هما الجبال فيها الجبال الواعره بزاف هذيك هي البوست ديالهم الخلفيه الاولى علاش كتدخل وفيها هذيك السيده اللي قلت لك ديك الدكتوره هي فرمليه يعني كداوي لنا الجرحى وداك الشيء منين هي؟ من العيون اصلها هي من العيون المهم سيدي فاش قعدنا تما النهار وخدمونا في واحد الواد تم هذاك الواد يعني كان واحد الرمله ولكن كان جيب الملك الشتاء قال لك دوزوا لنا الشانتي هنا بغينا دوز لنا الشانتي هنا في هذاك الجبل هي شكون هذاك الجبل عندهم فيه اسميتو عليه عندهم فيه واحد اسميتو كيف حال قلت ديال التموين اييه يعني فيه التموين واحد النهار انتوما ب10 الناس لا ربي 9 فاش مشينا اما واحد هرب لنا ذاك النهار كيفاش دار تهرب؟ هذاك المشكل ديالو فاش هرب كاين واحد الشيباني نسيت؟ اه واحد الشيباني صحراوي اه هو ولدو فاش نقز داك الدري قال لهم اودي راه واحد الراجل كاين فاش حنا هزينا يدينا قال له واحد الراجل راه كاين قال له فين كاين ونقز واحد الدار فيه ونقاد قال له زيد وريه ليا ها مشى اشكون كتمشي دابا مع الباس كيما هكا طويل وفيه البويتات ديال لوطيل المهم سيدي لحقو تما راه لك دخل مع دخل هذاك عندك عندي بزاف ديال البوالج هذاك الشيء باغي يدخل بزاف ديال البوالج اللي عنده راه دخل ذاك البولوز بدا كيفتش ذاك الباز نسد اللي مجمع كيقول هذاك فرط ما شرد مو هو زاد مع الطريق زاد هو البحر
ليروش شكون كاين ليروش ملك الحق هنا البحر ضروب وكاين واحد ليروش واحد كاين واحد البيت هنا عالي يا شيخ 15 متر بينها وبين دخل هو تما وجلس دخل تما خلاه الاخر كيهم هو يشفر الحوايج ويشفر اش كاين ما عرفتش اش كاين فاش رجع قال له فين الدري اللي مشى معاك فين فلان قال له ما جا بداو كيقلبوا كيتجاروه هو مع داك الواد جاو قربوا للبحر كيضربوا القرطاس قف 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 قتلنا راه واخا كيضربوا القرطاس ما كاينش الجيش ديالنا ولا شي واحد لا والو وكان شي واهلي بعيد الجيش بعيد ايوا المهم سيدي ما لقاو هذاك خرجونا كاع ديك الساعات ولا برا ما تلاو خلاونا واقفين تما شارجاونا في البيجو وشدوا طريقهم علاش جايين جايين هنا حتى لحقوا هاد البلايصه وهودوا في هاد البلايصه وتا تكون الطريقه صغيره هزات طوموبيلات اجيو في الليل شاعلين الضواو ديال الطوموبيلات غادي ما كيشعلوش الضو لا الضو ما كاين كيتمشاو بالليل بلا ضو واش كنت كاين القمر القمره مخالطين مخالطين هما الطريق فوالا والله الا دوزوا هنا وكيبان الضو في الواد الهي ديال الاربي هما دايزين الفوق لا دايزين الفوق قال له واش نضربوهم قال لهم هذاك لا مسؤوليهم عنده عقل قال لهم الا ضربتوا هذو راه غادي يدوا الحوايج اللي قدام زاد ثاني غادي كاين مشكل ما نسوهم وزادوا مع الطريق الله يلا غادي غير في الظلمه في الظلام غير طلعت الشمس ستاسيوني ستاسيوني في هذه القرى اللي قلت لك اه من ذاك القرى زدنا لقدام يلا 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 حتى دخلنا المقاسم وهذيك المقاسم هذيك هي البلاصه فاش تفرقنا مع الدراري ثمانية مشاو وبقيت انا في ذاك في ذاك البلاصه فوت في 21 يوم شنو كدير في ذيك 21 يوم 21 يوم كان يعني داوني في الكوزينه كان طيب هذا يقسمان كان طيب ليهم الخبز وديك القويميله ندير فيها بعض النوبه الشهريه بعض النوبه الروز بعض النوبه العدس بعض النوبه اسمي اش يقول لوبيا سمعت المهم سيدي الا ما عنديش الخدمه كنخدم مع واحد تيقول له بوسلهام لقيت يد اللي هو تما هاد بوسلهام هو ما كاينش يعني وكنت تعاون انا وياه الا عنده شي رويضة ولا شي باش يركب شي حاجه ونجيب له شي حاجه ولا هذا والساعه فاش كتكون هذيك حضره ما كنت كنحبو هادشي دابا مازال ما دخلتوش الرابوني مازال انا جايك فوت 21 يوم تما المهم سيدي وكيجيبو كان الشيء اللي كيجيبو كيحطوه تما دوك الاسره كان اللي كيتكرفصوا عليه تما ياك دابا العقاد هي كاين واحد الاسرى العسكريين عسكريين كيتكرفصوا عليهم وواحد اخر مدني تكرفصوا عليه مسكين حاضر كيفاش تكرفصوا عليه هاني جاي المهم فاش جا قالوا له انت اش كدير الخدمه ديالك قال له انا شيفور ديال الكيمياء قال له كتمشي للعيون قال له ايه كنمشي للعيون قال له وكي داير العيون قال له العيون برا وهذا 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 وقال له يعني الحياه كتشوفوا العيالات صحراويات وهذا وديروا معاهم وتفعلوا قال له ايوا حنا مبرعين تما وهذه وهايلي غير خلاه حتى يكمل هو تيهبطوا واحد الحفراني تما اه كياتيو حتى تلف مسكين داك الدري ما طلع عرف قبل ما بحر ياك الله العظيم هو من مزو سلخوه سلخوه نيت بالمعقول جا كامل دمات ولحو قال له هذا هو المصير ديالك والمصير ديال هاد الاخرين اللي ما اللي فات القدم والعسكر اش داروا معاهم اللي كانوا اسرى تا هما اه العسكر كان كيشديهم كيديهم كيدوز لانكيت كدوز لانكيت لانكيت شكون اللي كيدوزها كيدوزها خويا داك المسؤول انا ما نعرفو شكون كيجي واش من البوليزاريو ولا الجزائري؟ اوه بوليزاريو اها شكون تينا راه باينين الجزائريين وباين سميتو عليه بوليزاريو كيف غادي يبانوا لك الجزائريين؟ حتى جينا الروبيني في الرابوني عاد الرابوني عندهم المركز ديالهم عندهم الاداره ديالهم كيجيو بالبيجوات ديالهم وداك الشيء كيدوزوا ولكن انا ما دوز لي انا شي واحد جزائري ما دوش لهم ولكن حضرتي لهم شتيهم شتهم انا اش كنشوفهم في الاداره ديالهم بوحدهم ولكن كانت الاداره جزائريين هي جزائريين والجزائريين كانوا كيستنطقوا العسكر يستنطقوا العسكر فقط كيعذبوهم كيعذبوهم ياك هي كيعذبوهم العسكر ديالنا مسكين اللي شدوه تما اللي شدوه يسلخوه اللي ما بغاش يقر لهم الضو نقول لك يخدموا الضو ولا ما كيخدموش انا ما حضرتش ليهم المهم داك الشيء اللي كيقول لي العسكري الا جا كيقول لك اودي اش داروا لي اش ضربوني وداروا لي وفعلوا لي وهذا وهذا وكان اللي كيقول لهم داك الشيء نيت اللي كاين اجيو في 76 لقيتها فاش تعتقلتي نتايا كانوا كثار الاسرى قلال شويه ماشي بزاف
شحال كانوا تقريبا؟ اش غادي نقول لك، ديك الساعات فاش جينا الروبيني كاينه شي 150 واحد اللي لقيت انا. هادشي اللي كان صافي، هادشي اللي كان، ولكن من وراء داكشي كيجيو الاسرى. شنو هي الفتره اللي جاو فيها بزاف ديال الاسرى؟ الاسرى اللي حضرت لهم جاو بزاف، 175 واحد عمليات برانزران. ياك 175 عسكري جاو، 175 واحد من نهار واحد، ودخلوهم نقول لك مع شي 7 ولا 8 ديال العشيه. قريب العشيه. فاش جابوهم؟ شي رموك ولا شنو؟ جابوهم بالكماين، ما عندهم الكماين ديال الارمين. اه المهم دخلوهم علينا وحنا قاعدين، كاع داروا لنا الصف تما قاعدين واحد حدا واحد، وهو ما كيقول لك ها العسكر ديال المغرب باش كيتعنى حسن الثاني، ها هو جبنا، ها هما، وخلعونا كاع ملاح كنشوف انا داك الشيء ديال الارمين. المهم ساكن دخلوهم تما، وكل نهار كيديو فيهم جوج ثلاثة حتى دوزو. كاين اللي ماتوا؟ كاين هي كاين بعض الناس اللي ماتوا تما في التعذيب. في التعذيب كاينين الناس اللي ميتين في التعذيبية. 25 عام دوزتيها كلها ديال الحبس تما؟ كلشي حبس. فاش دوزتي فين كنتو كتباتو ملي وصلتو؟ واش كانوا حبس يعني بيوت ولا شنو؟ لا غيران غيران صافي، حفرة فيها 5 متر ولا 6 متر طول وفيها 3 متر علو. النبي عليه السلام كتنزل ليها ولحوا لك جوج مانط نعس فيهم. هذاك الشيء. شحال نتوما كاينين في هذه الحفرة هذه؟ هذه الحفرة ديك الساعات فاش كنا حنا بشي 10 الناس. 10 الناس. فيه الدرانيت مبوضين معايا، فيهم هذا حسن ليت، فيهم وحدين اخرين. والاخرين كل واحد من مشى دار مسكين شي في طنطان شي في خندير في شي، كل واحد من جايبينه، كل واحد من جايبوني. واش ملي كنتو بيتين في هاد الحفره هادي ولا كتباتوا في هاد الحفره منكم السماء؟ من هاد السماء. ملي يكون الصهد يدوز عليكم، ملي يكون البرد يدوز عليكم، الشتاء كلشي. ولكن حنا كنا من تعطلنا شويه ولينا كنجيبوا الخشب ونجيبوا المسائل ونغطيو. شحال من عام وانتم في الحفره؟ قولني تا صاحبي فوتنا فيها تقريبا شي عام تقريبا في هذاك الشيء. في الاخير وليت هذيك كنديروا فيها تشبلات، كتجيب المانط والعودان وتوقفهم ودير تغطي فوق راسك. هي كديرها سميتو راسك. ولا طاحت الشتا؟ ما طاحت الشتا، راه تعمر بالماء وصافي، ماش غادير عندك ما دير تعوموا ذاك المصيب. اي ولكن في التالي ولاو كيبنيو، ولاو كيبنيو هما في هذا الشيء اللي وعدنا. داروا لكم سجون؟ اي داروا السجن كاع كبير. ها في الروبيني راه فيه شي 500 ولا 600 متر مربع. اجيو كيجيو عندكم المنظمه الدوليه زاروكم في الاخير؟ لا ما عمر زارتكم الصليب الاحمر. الصليب الاحمر الدولي هي جا جاو عندكم؟ جاو عندنا في الروبيني، وجاو عندنا في التسعين. جوج مراكز اللي هما كبار كاع. عندك التسعين يوم وعندك الروبيني. الروبيني كيحتوي تقريبا على 1000 ديال المحبوس ياك سمعت؟ و 90 حتى هي هكاك 1000 قرى 1000 هي شكون المجموع كاع اللي كاين تما ديال المحبس ديك الساعات كيقولوا عنه 2600 اسير. 2600 اسير بين العسكر والمدنيين. المدنيين شي حاجه اللي اثرت فيك ملي كنتي تما؟ اثرت. فكرت حتى كتعيا، ما عندك ما دير. لا ولكن شنو اللي اثر فيك؟ شي واحد مات حداك؟ شي واحد تعذب حداك؟ وييه الراجل دايرين الصف هنا، حنا هكا كنخرجوا كما هكا دايرين الصف عند المغرب. غادي يحسبوا شكون كيحسبوك؟ كيحسبوك عند المغرب وكيحسبوك في وسط الليل مع الوحده ولا جوج ديال الليل. كدير تاني الصف تحسب يدخل جوج محاضرات كيديروا. واحد النهار والله الا درنا المحاضره والراجل قدامي هنا في الصف، كنا كنديروا خمسه 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 ياك سمعت، قاعد كما هكا قاعد نيت مسين كما هكا يتكلم مع صاحبو. فاش نتي دار الطريق وهزينا كنجري بيه لعند الطبيب، شكون كيكون الطبيب ديال المركز اللي كنديو تما كيتوفى في البلاصه. وواحد اخر بزاف الناس كيموتوا ماتوا هكاك مساكن المرضى. وهذا باش مات كيفكر هذا اللي مات. مات مسكين لا بسميتو لي يفكر حتى سكت له رقد. ياك ايه هادشي القول ديال الطبيب. والاخرين اللي كيموت بالمرضى، كاين المريض مسكين قلب وكاين المريض هذا. عمرو الاطباء كيجيو عندكم جزائريين ولا شكون كان كيقابلكم؟ شكون
والله طبيب طبيب تما في المركز ديال الساعني حتى الروبني كاين كيجي ويدخلوا عند الطبيبيه الطبيب ديالنا حنا. منين الطبيب هو؟ هو طبيب مغربي. اها هو اللي كي كان شي اسير ها؟ اسير هو اسير هو هي ديال الارمي ديال الارمي. كاين واحد نقول له محمد فرابوني وكاين واحد كيقول له عز الدين في التسعين. جوج اطباء وهو كاين ثلاثه كاين واحد اخر كان حموشي. ثلاثه اطباء كانوا مجدودين. اييه هما اللي يعني اللي كيداو الناس هما وكيجيو عندهم مسؤولين جزائريين كيدخلوا عندهم ياك ما خاص هذاك ما خاص هذاك ما خاص هذاك القضيه ديال الطب ولا يجيوهم ولكن راه كيجيو مخلطين. ولكن المدنيين كاين فيهم اللي يعذبوهم المدنيين كاين اللي يعذبوهم كاين اللي يعذبوهم هي كاينين شكون تينا كاين لاباست مفرقين. اه الا مشيت كتدخل المركز الكبير ما تلقى عندك مشكل كانش اللي يهضر معاك كتمشي للخدمه ديالك وتجي الا خرجوك برا سي بوست لا بدا تاكل العصا ياك هذا هو اللي كاين ضروري من لا بدا يكرموك لا بدا يكرموك واه اه. ومن ناحيه الاكل واش 25 عام وانتم كتاكلوا في العدس واللوبيا هي اللي كاينه عندك واحد النهار العدس واحد النهار اللوبيا عندك تاكلوها الصباح والعشيه والليل لا في الغداء لا في الغداء والليل انا كنقول لك الغداء الغداء اللوبيا والعدس في الغداء والعشيه كتاكل الرز كاين المقارونيه كاين بعض النوع الشعريه هادشي هذه هي الماكله ديفيني هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين النهار يكون شي حاجه شي جمال ولا شي حاجه ذبحوا ولا شي حاجه كيجيبونا شحال مره الجمل في نعم شحال مره كيذبحوا الجمل في العام اخي 76 كان كيديروا غير تقريبا ديك الشهر شهرين يذبحوا مع البوست أيه. دوك العسل اللي معاك ومعاهم دوك المحابس كيعطيهم داك الشيء اللي قسم الله وصافي وفالتالي كمل لهم داك الزمان ما تلقى عندهم ما يذبحوش غادي يذبحوا ليك كاع ما تاكلوا هما اه هذا هو مشكل ديال السجن. اش من عام تطلقتي؟ تا سيدي غادي تفل غادي تدخل سنة 2000 جينا يوم 12 يوم 14/12 ماشي في 2000 ايه. السنة اللي منورا 12 اييه اش كنت نفوت 12 دخلنا في ايه. سنة 2000 يوم 14/12 فاش جينا 14/12/2000 جابوكم الأكادير جابونا لاكادير الطياره ديال الصليب الاحمر اي لا ديال ما هي ديال الصليب الاحمر ديال نقول لك اسيدي الارجنتين اللي جابتنا اه الارجنتين الارجنتين اه ولكن هما على حسب الصليب الاحمر يمكن واقيلا كراوها ولا شي حاجه اي هي اللي جابتنا بعد من الذكريات ديالك مشات لك 25 عام من حياتك اي مشات خرجتي في 2000 عاد تزوجتي عاد درتي وليدات كي دايره الوضعيه ديالك دابا الاجتماعيه زعما واش انا الحمد لله ونشكرو الحمد لله ونشكرو عطاوك شي حاجه الدوله عطاتك شي حاجه باش تساعدك باش الدوله عطاتنا واحد سميتو ديال المقدم شنو واحد الورقه ديال المقدم يعني باش مقدم قراوي اها تخدم مقدم قراوي اييه ونهار تموت معاك الخلصه ما كتبقاش في الاخير دابا انت خدام مقدم قراوي ولكن واش خدام ولا ما خدامش؟ اوه انا كنخدم بعض المهنه كتكون القضيه ديال الاستفتاء ولا شي قضيه ديال سميتو عليها ولكن كتوصلك الخلصه ديال المقدم ديال المقدم شحال فيها؟ فيها دروك فيها 50,000 لحقه دروك 50,000 ريال 50,000 ريال هادشي اللي عندك هادشي اللي دوزتي 25 عام ديال الحبس هو بلاتي وكاينه واحد لاكريما عندك كريما عطاولك ديال الطاكسي نعم مزيان وسميتو عليه والقضيه ديال الدار راه عاودونا شرح طويل ياك عاودونا ما غاديش نكتبوا على الله دونك الدوله وقفات معاك ملي رجعتي والحمد لله امورك مزيانه امورنا الحمد لله مزيانه على القضيه ديال سميتو عليه داكشي اللي عطاونا بنينا به ايه باش تقول زعدتك زعما عطاتك شي اسميتو عليه ولا ايه عطاونا سميتو عليه واحد البقعه في الاخير قال لك اودي خصك تسدد اسميتو باش غادي نسدد ما عندي والو ايوا ياك سان بعرف اش اسميتو لي شديت ديك البركه اللي عطانا بنينا بنيتي بها بنينا بها الدار الله يسلمك والحمد لله الحمد لله الحمد لله عندك شي وليدات دابا عندي واحد الدري الله يخليه لك شحال في عمره
عندو طلع في 9 سنين ضروب. تبارك الله تبارك الله. الحمد لله. الله يطول عمرك خويا. بارك الله فيك. والله يسهل امورك. امين يا ربي. وان شاء الله الصحيحه والعافيه وتشوف الوليد كما بغيتي. امين. ومبروك عواشرك. علينا وعليك. الله يحفظك الله يحفظك.